الكبيدات في المقادير ديال الكريمه ديال الزبده السويسريه كنحتاجو الابيض ديال البيض. انا هنايا كنستعمل هذا البنات، اي ماركه كنلقاها كنستعملها، غير كناخذ هذا ديال الابيض ديال البيض باش كيعجبني انه ما فيهش ما كي ماشي كتهرس البيض وكتضيق الصفار ديال البيض كتقلبي على شي وصفه اخرى، اصلا ما كتكونيش مثاليه. المهم هنا البنات هاي خديت هنايا، راه نخلي لكم في صندوق الوصف ديال الكميه اللي صغيره الا بغيتو ديروها. هنايا البنات عندي 150 غرام ديال الابيض ديال البيض، وعندي هنا البنات 300 غرام ديال السكر حبيبات. انا كناخد عاوتاني هذا السكر حبيبات فينو رقيق بزاف، وكنحتاجو حتى الشوكولا. بغيتو تنكهوها بالشوكولات بالحليب، الشوكولات ابيض، البخاليني، اي حاجه بغيتو تنكهوها بها راه غتنكهوها بها. انا كيعجبني نكهها بالشوكولا هكا بالحليب، ولا الشوكولات ابيض بحال هكا. هنا البنات عندي 150 غرام ديال الشوكولات بالحليب، انا درت ميلكا، وعندي هنا الفاني ضروري، وعندي 450 غرام ديال الزبده، الزبده حيوانيه البنات ها هي. وهنا البنات فاش كدوروها وكتقراوها كتلقاو هنايا ما فيهاش الملح، شوفوا هنايا كاينه صالي الملح، يعني ما فيهاش الملح، زيرو زيرو. من الاحسن خذوا هذا البنات، ماشي زعما هاد الماركه، المهم زبده حيوانيه اللي ما كتكونش فيها الملحه. المهم دابا غندوزوا للطريقه. هنا البنات راني درت الماء كيغلي، حيت غندير خلطت هنايا البيض ديال البيض مع السكر حبيبات، ودرت ليهم الفاني طربتهم غير شويه، من بعد غنديرهم في الباما. غير البنات الحاجه اللي نسيت ما قلتهاش لكم هو انه ها نتوما كيف ما كتشوفوا انني الشوكولاط راني ذوبته قبل ما نبدا كاع في هذا الشيء، باش حتى هو ياخذ ليا الحراره ديال المطبخ ماشي نزيدو هو سخون. والحاجه الثانيه هو الزبده، الا شفتوا الزبده البنات ها نتوما شوفوها صبعي كيبقى فيها بحال هكا، يعني ولات بوماد، راه خليتها بحراره المطبخ البنات. هادشي اللي بغيت نقول لكم. دابا غنجي غندير هذا ديالي في الباباغي، ها نتوما درت الماء يغلي وما يكونش الماء كيقيس ليا هذا، وغنبدا نطرب فيه حتى يذوبوا ليا دوك السكر، حتى يذوب ليا السكر حبيبات كامل. غنبقى غادا بهاد الطريقة. أنا درت هاد الكاسرول الصغيرة اللي لتحت حيت هي اللي عارفاها، يعني ما غاديش يطلع ليا الماء البول ديالي. البنات راه بقيت كنطرب فيه بحال هكا، شتو راه كيتغير اللون ديالو، وفاش كتقيسوه هكا كتلقاو الحبيبات بداو كيحيدو. صافي دابا غنحيدو من هنا ومباشرة غنديرها في العجان. المهم صافي البنات راني حطيتها هنايا ديريكت، دابا غنزيد ليها غنشعل ليها على أعلى درجة، تبقى تطرب واحد 10 دقايق تيضاعف لينا الحجم ديال البيض ديال البيض، وفي نفس الوقت يبرد لينا هذا، ما خصناش نضيفو ليه الزبدة. والبول ديالنا باقي يعني باقي سخون، كل شي شويه نبقاو نقيسو بحال هكا واش البول ديالنا سخون ولا بارد. ما برد ليا البول ديالي وتحصلت على هذا على المنقار الاصفر، يعني وصلت للمرنج اللي بغيت. شتو كي كيبقى يعني حتى الا قلبنا البول ولا هذا راه كيبقى شاد فراسو، ها نتوما كيف ما كتشوفوا. فهاد الاثناء البنات غنبدل هذا اللي خدامه به دابا، ما بقاش خدامه بهذا، فاش غنبدا نضيف الزبده غنخدم بهذا الراس البنات، هذا الراس هو اللي غنخدم به، ونبدا نضيف الزبده ديالي بشويه بشويه. انا اصلا خدمت بهذا البول الصغير باش نحاول انني نصور معاكم نبان لكم مزيان، وحتى الكميه يعني هذه كميه ماشي كبيره. المهم في هذه في الوحده البنات عندي فيها 250 غرام، هذه فيها 250، هذه نقص منها 50 غرام باش تحصل على 200 غرام. نضيف الزبده ديالي اللي غنقطعها، اصلا انا هذه متاكده منها انها
يعني بوماد هانتوما، متاكده منها غنبقى نقطع منها وغنلوح. لانه ما كانش كيبان لكم مزيان، حاولت انني نقرب لكم تشوفوا البول، يعني تشوفوا من الداخل وانا خدامه. هاد الكريمه ديال الزبده واخا توصل لكم لهاد المرحله بحال هكا كتبان لكم الزبده بحال ما بقاتش متجانسه مع البياض ديال البيض ديالنا مع الميرانغ اللي طلعنا، ماشي مشكل البنات، خليوها بحال هكا، خليوها تزيد تطرب، بقاو خدامين فيها هكا خليوها تطرب، ما تخافوا من حتى شي حاجه غترجع ليس. المهم انا غنحيد غير هذوك الجوانب. شوف البنات راه قلت لكم غير زيدوا تطربوا، راه ما تخافوا من والو، هانتم ما بقاتش كيف الاول، الاول كتبان لينا بحال الا بدات كدوب ما بقاتش متجانسه، ما تخافوا منها حتى شي حاجه. انا في هذه الاثناء البنات غنضيف عليها الشوكولا البيضاء اللي قلت لكم، انا دابا غنضيف هذه الكميه صحيح اللون البنات، حيت دابا فاش كنضيفوا الزبده والشوكولاته راكم كتشوفوا اللون ديالو، كنضيفوا شويه ديال الملون ابيض. انا كنستعمل هذا الماركه البنات ديال ديكورا. وهذه هي الكريمه ديالنا، كتجي خفيفه ها نتوما كتشوفوا وشاده في راسها، تقدروا انكم تعمروا بها الكيك ديالكم، تقدروا تليسيو بها الكيك ديالكم، كتجي لذيذه لذيذه بزاف، ما كتقهم ما والو، وتقدروا تلونوها باي لون. انا هذه مازال غنلونها، باقي عندي واحد الطورطه غنخدمها معكم البنات، ولكن قلت ديجا شاركت معكم مولي كيك، علاش ما نديرش لكم فيديو على كريمه ديال الزبده السويسريه، ومن بعد ان شاء الله نمطي معكم التورته ونلون معكم الكريمه حتى هي. بغيت باش يبقى عندكم فيديو، شحال وحده كتبغي تخدم كتقول لك بغيت نمشي للفيديو ديريكت ومبقاش نتفرج في الفيديو كامل. المهم هذاك الشيء علاش درت فيديو بحال هكا، ها نتوما كتشوفوها. تصايبوا بها لي كاب كيك البنات حتى هما، يعني ما تخافوش منها. لهنا كنوصل البنات للنهايه ديال الفيديو.